بشتغل عومل بيجي عندي الساعة 6 الصبح، ما بطلع بيتي للمساء للمغرب، وبيرك دور بالأجور يعني دوبة يا طولة معيشتي أحيانا ما بطالعة. نشتغل أيام 15 ليرة 10 ليرات، بنجيب خبزات وبندورة وبس. يعني هلا اللحمة، يعني اللحمة الفروج ما مندخله على بيتنا. نحن هون عم ناخذ متر باقليه انه عشان نكسب نحن ايش الورشه او الشغل، مثلا المشروع بدنا ناخده. اليوم اللي بياخذ اقل بيشتغل، ما بياخذ اقل ما بيشتغل، طال بيرك ببيته. فهون نحن مضطر بنعطي العمال بشي توفي معنا. في شباب هون يعني اجور عم تتراوح مثلا من 50 ليره ل 15 ليره بشكل ادنى، يعني كل واحد حسب قدرته حسب التزامه بالعمل. وشباب اكثريتها عم بكون شباب، يعني ما هي كبيره بالعمر او متزوجين او كذا بالنسبه للاكثريه. يعني انا عندي 60 عامل، عندي معلمية تأخذ يومية 200 ليرة تركي، وعندي معلمية أقل منهم خبرة يأخذ 100، اللي يأخذ 20 واللي يأخذ 15 هذا مظلوم. ما بتكفي العشرة والخمستاش، عندي 6 أطفال وأنا والأم تبيني، يعني يا دوب نجيب بس لقمة العيش من أقربه، الغلا فاحش صار وأجورات ميتة.